لمتتبعي موقع فوشيا، اليوم نحن عم نعمل نحضر البشرة لعلاج مؤلف من اللاكتيك اسيد، الجلايكوليك السايتريك اسيد. اللاكتيك اسيد هو بفتح البشرة، يعني نحن عم نعالج ثلاثة بواحد، عم نفتح البشرة باللاكتيك اسيد، عم نشيل الحبوب او المسام المفتوحة بالسايتريك، وبالجلايكوليك هو القصب السكري اللي بيعالج التجاعيد. نحن هلا نظفنا البشره، عم نحضر البشره، نظفنا البشره وحطينا الكونديشنر، وبعد الكونديشنر حطينا الاسيد، اسيد فروي، وبعده رجعنا حطينا الماسك. هلا هيدا الماسك رح يريح لها بشرتها، وبس نشيله بنشوف انه فتح شوي من الضبوغات، وكمان تسكر شوي من المسام، وكمان اذا كان في تجاعيد بنشوف الوجه شوي مرتاح اكثر. يعني هيدا العلاج بده تحضير، بنحضر البشره من هلا. بعد جمعه بتجي بنبلش بالعلاجات ورا بعضهم اربع مرات، وبعد الاربع مرات بنشوف الوجه بلش 70% ياخذ النتيجه. فكل سيده عندها الدبوغات او حبوب او ما حابه تعمل بوتوكس، بدها اشياء طبيعيه، هيدا البرودوي والجلسات طبيعيه 100% من اسيد الفروتس الفواكه، ومن اسيد الحليب والحمضيات وقصب السكر. هلا خلينا نشوف نحن وياكم كيف بدنا نشيل الماسك عن وجهها. بشرة السيدة. فبتمنى على كل متتبعي فوشيا يكون نال اعجابكم، وكمان تعملوا هيدا الماسك ليرتاح وجهكم. Thank you.